رينو ميجان ارس، العربية المنسية. وانا مسميها العربية المنسية ليه؟ عشان لو انت قلت لك نيم فور هوت هاتشز، اول اربعة هيجوا في بالك، هتقول لي جولف جي تي اي او ار، هتقول لي فورد اس تي، هتقول لي اي 45، هتقول لي ار اس 3. ممكن تقول لي عربيات تانية كتير، ميني والباقي كله، بس عمرك ما هتقول لي ميجان ارس. وده اللي جايبه النهارده عشان اغير رايكم فيها. العربية دي هيدن جيم. نبدأ بالانتيريور، بعدين هناخد performance round كده، وبعدين ديك الاكستيريور. نبدا من جوه الستيرنج. عليه كلمه الار اس. كلاما على الار اس، يعني احكي لي عن التيم بتاع رينو اللي ما دفعوش فيه 100 درهم عشان يعمل ديزاين. عامل لي ار دوت اس دوت، عاملها على مايكروسوفت وورد. اديني لوجو، اديني زي ستريت فايتر الاصفر ده، اديني لوجو اصفر واعمل السيجنتشر كلر بتاعه اصفر، اعمل الحركات دي. الستيرنج شكله مش حلو، يعني من الجناب والبادلز فنانه، بس بالحته الحمراء دي بكل الستيتشنج الاحمر، وان هو اصلا شموه من فوق وشموه من تحت، حلو جميل بتاع. بس الحته اللي في النص دي كان ممكن يغيروها، البامب الموجود ده بتاع الفرنساويين ده مش حلو. لو البادلز موجوده ورا، البادلز حلوه، بس البادلز عامله زي انفينيتي، ما بيلفوش مع الستيرنج، ودي حاجه مش حلوه. عشان لو انت على تراك وعايز تدوس وعايز تلف على كورنرز وعايز تغير جير في نفس الوقت، مفيش الكلام ده. عشان اصلا انت ما ينفعش تغير جير لو انت حاطط على مانيوال الا من البادلز، مفيش تغيير جير من الجير نفسه، بس دي هنرجع لها بعدين. في طبعا الانترتينمنت نوب اللي موجود تحت ده، اللي موجود في معظم العربيات الفرنسويه، اللي هي فيها بقى الفوليوم والنكست تراك والتراك اللي قبله والكلام ده، اي حاجه في الاغاني هنا. وشكله مش حلو، بس يعني بيني وبينكم صراحة، يعني أنا كنت ضده أول ما ركبت العربية، بس بعد ما استخدمت العربية خلاص أنا اتعودت. أنا عارف إن أنا لما باجي أعلي هوب بدوس هنا، ولما أجي أغير بدوس هنا، فاتعودت عليه على طول. نروح على الجيش كلاستر. الجيش كلاستر اللي في النص ديجيتال، وبعدين في يمين وشمال دول أنالوج إنديكيتورز، اللي على اليمين بتاع البنزين، الشمال بتاع حرارة العربية. اللي في النص ممكن تغير ألوان، ممكن تغير شكله. الباتنز اللي على اليمين اللي على الستيرنج هنا بتغير انفورميشن بسيطه، يا فيول كونسامشن، يا انهي اغنيه انت حاططها، حاجات صغيره. ما فيهوش حاجات كتيره زي معظم المانفاكتشرز الموجودين دلوقتي، يعني لا يقارن خالص. نيجي للسكرين. السكرين مات فينش 8.7 انش. بقول مات فينش ليه؟ عشان لما بتيجي تدوس مفيش اي فينجر برنت بيسيب، ولا بيسيب اثر، ولا بيعمل اي حاجه. وهي شبه اصلا شاشه المكلارن نوعا ما، يعني ده الكونسول اللي في النص ده انتيرير ماكلارن. دي مش حاجه كويسه اصلا، عشان انتيرير ماكلارن مش حلو. وهو حاطط لك تابلت كله تاتش سكرين، في كل حاجه انت عايزها، نافيجيشن، تليفون، الفيكل، الحاجات دي كلها. وفيها حاجه زياده بقى اللي انا بحبها، اللي هي ار اس مونيتور. عاملين اب كده اقرب حاجه للاف 1 درايفرز بيستخدموا ايه الانفورميشن اللي موجوده. لما بتدخل على ماي ابس بتختار ار اس مونيتور. الارس مونيتور ده بقى فيه ستيرنج انجل، فيه الثروتل ريسبونس بتاعك، فيه 0 تو 100، ممكن يحسب لك 0 تو 100، 100 تو 0، الكوارتر مايل بتاعك، 0 تو 1000 مترز، بيحسب حاجات كتيره. طبعا بيبين لك الار بي ام، بيبين لك التورك الميتر، الهورس باور ميتر، الباور، البريك. حتى لما تدوس بريك انت بتدوس بكام بار، فمديك يعني 4 بيجز، اربع صفحات من انفورميشن انت ممكن تستخدمه. وده ما بقتش بمشي غير بيه. نروح على الشاشه بقى، هتلاقي ان في الزرار تحت المربع ده اللي بتغير فيه السيتنجز بتاع الشاشه والجيج كلاستر، برايتنس، وتغير اللون والحاجات دي. وفي تحت الهوم باتن السيفتي سيستم او الدرايفنج اسيستنس بتاع رينو، اللي هو اخره بلايند سبوت. يعني انت عندك بلايند سبوت اون او اوف، سبيد
سبيد اليرت سيتنجز امتى عايز سبيد اليرت شكرا سلام عليكم ده السيفتي اللي عندي فوقيها في بلس وماينس دول بتوع الفوليوم مش حلوه اعمل لي نوب خلينا الف يمين وشمال اسهل لي بكتير ما بستخدموش اصلا عشان انا بستخدم الانترتينمنت اللي هنا فبعمل بقعد ادوس هنا وبعدين في البوتن اللي فوق ده يقفل ويفتح يقفل ويفتح ده عشان اصلا السيستم بيحصل له هو بيخرف ساعات لما بتقعد ما اعرفش بيخرف ليه بيفريز وبيبطل يرسبونس معاك ده السولوشن الوحيد بتاعه انت تفضل دايس تعمل ريستارت للسيستم تفضل دايس على الاوف ده عشان يقفله ويعمل ريستارت لكن معاك تليفون وخرب فانت بتعمل ريستارت عشان تشوف ايه الكلام البتن اللي تحت ده طبعا اللي هو الحراره بتاعت السيت بتاع الكرسي والار اس احنا بقى قلنا الار اس درايف دي نرجع بقى لكلمه المودز في 5 مودز في العربيه كومفورت نيوترال سبورت ريس واخر واحده اللي هي البيرسو برسو طبعا انت لما سمعتها قلت برسو دي اوبا دي عامله زي لما تجيني كورسا ولا حاجه كلمه فرنساوي بقى ولا ايطالي ايه تحول العربيه ولا اي حاجه برسو دي طلعت اصلا مختصر لبيرسونال وهي دي اللي انت بتكونفيجر السيستم بتاعك انت المود بتاعك انت فالمود ده طبعا انت ممكن تختار كل حاجه ممكن تختار الاكزوست ساوند ممكن تختار الثروتل ريسبونس اللي هو لما بتدوس على البنزين يرسبونس معاك ازاي طبعا انت ممكن تاكتيفيت المودز من ثلاث اماكن المكان الاول من الزرار اللي هنا اللي هو بتاع اللي عليه ورده ده اللي هو الديزاين بتاعه او ممكن تدوس على الار اس درايف بس الار اس درايف دي بتغيرك يا اما من نيوترال لسبورت او لو انت على سبورت دوست عليها تغيرك من سبورت لنيوترال فقط لا غير بس بتفتح لك شاشه ممكن تختار اي مود تاني او ممكن تاكسس المودز دي من الشاشه نفسها باركنج اسيست الاي سي غريب الاي سي ما بيتفتحش غير من هنا بتدوس على الحته اللي تحت دي يطلع لك وكل الباقي تاتش فده يعني كنت ممكن تحط لي جنب النوبين اللي ما لهمش اي لازمه اللي هم بتوع الحراره دول اللي تحسهم اصلا فيك ولا متاخدين من افتر ماركت كنت ممكن تحطهم لي هنا اسهل بكتير غير بقى السيستم العربيه من جوه ما فيهاش ديزاين كتير ما فيهاش اي حاجه ده حتى فيها كده زي كربون فايبر تريم لوك هو ولا كربون فايبر ولا اي حاجه بس هو هنا وهنا حلو مش وحش احلى حاجه بقى في العربيه دي الكراسي طبعا كلهم شموع زي ما انتم شايفين بس غير سيبك ان هي شموع الباكت سيت ده المفروض ان هو يعني مش مريح في اي عربيه عربيات السبورت هو بيحط لك الباكت ده عشان تكون انت راكز في مكانك وانت بتسابق ما بتتحركش ولا يمين ولا شمال عشان كده مسمينها باكت عشان الدور بس في اي باكت سيت لو حد بيركبه بيكون السيت عامل كيرف كده فانت الكرسي مش مريح رينو بقى عملوا حاجه غير خلوا لك الظهر كله ستريت عشان انت ظهرك كله يقعد ودول بس ما يخلوكش تروح يمين وشمال فالكرسي فعلا مريح نيجي بقى لحاجه غريبه المفتاح هو ده المفتاح كارت هو اصلا ممكن ايه يعني ولا يدخل في محفظه ولا بيعمل كده ده احمد Efficient double clutch automatic 6 speed transmission العربية دي بس بتيجي باتنين ممكن تيجي باوتوماتيك وبتيجي برضه ب 6 speed manual تعال نربي الاس تي شوية عشان ايه بص اسمع صوت تي تي
اكيد يعني ينقل. حاضر كمان واحدة. ايوة حاضر بس. والعربية ستيبل بطريقة غير طبيعية، وده عشان هي اصلا فور ويل ستيرينج، هي فرونت ويل بس هي فور ويل ستيرينج اللي هم مسمينها فور كنترول. العربية دي بقى ايه؟ 1.8 لتر فور سلندر تربو تشارجد 280 حصان 390 تورك. اسمع البرد واللفات واللفات. يعني اي نعم ممكن التاير اللي ورا بيكون بيلف، مثلا لما بلف انا بيكون بيلف اصلا الماكسيم بتاعه اعتقد 2.7 ديجريز، ممكن عمرك ما هتحسهم بس انت بالعربية دي بتحسهم. العربية دي جو كارت، انت راكب جو كارت. جو كارت نجرب بس دي 200 بدل احنا سخنانين كده. حط سبورت مود ماشي، حطه على المانيول، تدوس كله على البريك، بتسحب البادلز عليك بيطلع لك لونش كنترول. اول لما النور الاخضر يروح دوس هتلاقي الار بي ام بيطلع لغايه 2.5. 3 2 1. السيت طبعتها بطيئه شويه. الزيرو تو 100 بتاع العربيه كليمد 5.8 سكندز، وباننا احنا عندنا برينبو بريكس فنجرب بريك تيست بالمره. هنعمل من 100 تو 0. ادي عشان نبقى ايه صح، ادي كروز كنترول 100، كروز كنترول 3 2 1. فول كروز كنترول. برينبو 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 برينبو. هي فورد فوكس، يعني لو هنسيب الاس تي دي على جنب شويه هنيجي على العدادات بتاعه العربيه، هي الانالوج جيجز نفس الكلام بيزك، هو بس الفرق ان السرعه مختلفه. طبعا هنا العداد 280. الستيرنج ويل نفس الكلام، نفس الستيرنج ويل بتاع الفورد فوكس العاديه، بيفرق بس مع الاس تي لوجو اللي موجود على الستيرنج، في عدادات التربو بوست اللي موجوده فوق عند فوق التابلو عند السكرين. السكرين هي نفسها سينك انفوتينمنت سيستم. في التفاصيل العادية يعني، حتى ما فيش أي حاجة مثلا حاجة سبورت مود مثلا، أو اللي هو اس تي مونيتور تبين لك مثلا الهورس باور الاكسلريشن الجي فورس، الكلام ده كله مش موجود. فهي بيزك جدا، فيها برضو الانفورميشن بتاعت الكلايمت كنترول، الراديو ستيشنز، الكلام ده كله، التمبريتشر، الحاجات دي. ف بيزك الاي سي نفس الكلام، التابلو حتى الديزاين بتاعه نفس الحاجه، لحد ما ننزل على الترانسميشن. للاسف بالنسبه لناس كتير ما بتحبش المانيوال ترانسميشن او ما بتعرفش تسوق المانيوال ترانسميشن، العربيه دي تبقى بالنسبه لهم مش العربيه اللي هم يعني هيبقوا حابين يجيبوها او يجربوها، لان هي يعني في وما بتنزلش غير الاوبشن ده للاسف. في ناس تقول لك لا طب انا عايز اوتوماتيك. انا بالنسبه لي انا شايف ان هي مانيوال فعلا على الموتور ده، انا شايف ان هي تبقى مانيوال ده احسن حاجه. بس بالنسبه لناس تانيه كتير هيقول لك لا انا افضل ان هي يكون في مني اوبشن اوتوماتيك حتى لو سريعه زي باقي العربيات يعني. حاجه تانيه تختلف في انتيرير الاس تي، الريكارو سيتس اللي هي بشكل عام يعني من مش اريح حاجه، من اكتر الكراسي اللي عليها كومبلينز يعني، ان هي متعبه بخصوص ان هي هو باكيت سيت ومش اي باكيت سيت يعني، الكرسي فعليا صغير. انا بالنسبه لي كحجمي انا تمام، لكن لو في حد مثلا ممكن اعرض شويه او اضخم شويه هيبقى بالنسبه له الموضوع فعليا متعب، خصوصا في الطريق الطويل يعني، لو طالع هاي واي او مسافات بعيده الموضوع هيبقى متعب فعليا. الهاندلنج بتاع العربيه حلو، بس في مشكله ان هي فرونت ويل درايف طبعا، فبيكون في مشكله على الكورنر شويه، هي مش دفع رباعي، ما فيهاش مثلا اول ويل ستيرنج بحيث ان هي مثلا العجل اللي ورا بيلف معاها. ما نقدرش نقول ان الهاندلنج وحش يعني، ما اقدرش اقول كده ابقى بظلم العربيه بصراحه، بدليل اهو داخلين على كورنرز عادي خالص.
خالص متعب سواقة مش طبيعية يعني. فعليا العربية حلوة يعني. انا مدرب عربيات كتير بنفس الكاتيجوري ده يعني. انا مدرب الجولف ار. الجولف ار ممكن اقوى عشان اول وي درايف الكلام ده. حتى الميجان ار اس تعتبر عربية قوية، بس العربية دي البوست فيها حلو جدا. ريسبكت فورد فوكس اس تي. بعد ما جرينا نجرب حاجة اللي هي التست بتاع زيرو تو 100. نقف خالص، واقفين تماما، نجرب الزيرو تو 100 بتاعنا ونشوف هنجيب في كام ثانية. هما بيقولوا 6.5 seconds بس، يا هنجيب زيه يا هنجيب اكتر زي ما احنا عارفين مع كذا تيست، لان خصوصا ان ده مانيوال فبرضه بتفرق من النقلة، بتفرق من الطلعة نفسها، لان طبعا هو فرونت ويل فهيقعد ممكن بالتراكشن اون او اوف بيفرق برضو، العجل ممكن يحرق او ما يحرقش او الكلام ده كله فبتفرق. فهنشوف دلوقتي في كام ثانية. نطلع عادي كده، نحط اتنين، احنا كده 100. فورد فوكس اس تي، يلا نطلع نتكلم على الاكستيرير ونتكلم على التفاصيل التانية، لان انتوا ما شفتوش غير الانتيرير والبرفورمانس بتاع العربية. فنطلع بره ونشوف. ايه يا بابا الغشوميه دي؟ ايه يا ابني الجو كارت اللي احنا راكبينهم دول؟ اه والله والله جو كارت غشوميه غشوميه والله فنانه. لا عربيات بصراحه، الهوت هاتش انا طول عمري بقول ان هي عربيات فعلا لعب لعب حب حب. سوقتهم مختلف عن اي عربيه تانية في الدنيا. ايه كانت ايه؟ ده حقيقي مليون في الميه. طيب تعالى نعمل اوفر فيو على العربيه من بره وريني. نبدا من قدام. عندي غريبه اصلا ان الجريل الرينو صغير، يعني هم مكبرين اللوجو بتاع الرينو ومصغرين الجريل نفسه. عندي انا طبعا الجريل اللي هو كبير، وهم مختصرين مش عاملين بقى هوت سكوبس ومش عارف ايه والكلام ده. حطيت لك بس الجريل بتاعه، بقى شكله احسن من اللي قبله بصراحه، وعادي ريل بيدخل الاير فلو وكل حاجه تمام 100% يعني. وده الحلو برضو في رينو انه اي ايفنت هم عاملينه جناب ورا يمين كله ريل. طب والله الفرنش بيفهموا والله. والله بيفهموا، برافو عليهم والله. فعلا يعني نمشي على الهيد لايت. اوكي الهيد لايت عندي تعرف انا ليه بضحك؟ احكي احكي وانا هتكلم لو سمحت، مالكش دعوه خليك في عربيتك. انا اسف. اوكي الهيد لايت عندي ال اي دي بيور فيجن. اوه نايس. شكلهم حلو شكلهم حلو. انت عندك ايه؟ اصفر لمبه لمبه صفراء يعني لمبه صفراء يعني. على فكره الفوكس العاديه فيها ال اي دي، دي لمبه صفراء يعني. يلا ما عندي. ننزل على الفوق عندي. شايف عاملين الديزاين الجديد بتاع اللي هو الثري دايموندز ده؟ هم واخدين بتاع رينو يعني، عاملين نفس اللوجو وعاملينه ثلاثه. شكلهم حلو. دول الجي تي اي 2022 مقلدينه، بس هم عاملينه خمسه. شكلهم وحش. بتوع جول بتوع جي تي اي مش حلو. بس بتوع دول حلوين. هنا بقى الحلو ايه؟ الفوج لايتس عندي. ايه بقى؟ برضو لمبه مش عارف هي من هنا رايح اسمها لمبه. لمبه يا ابني مش عارف ليه الوش عاملينه كده، مع ان شكله حلو على فكره. الفانوس الجديد بتاع الفيس ليفت هو قفلوه شويه كده، شكله حلو اجريسيف. طب اديني بقى حاجه كده تبسطني يعني. عايزك انت بقى اللي تكلمني عن رنجاتي. احكي لي عن رنجاتي. حاولت ان انا اطلع عليها اي عيب او اطلع عليها اي سمعه، بس بصراحه لا. ده ممكن من احلى ديزاينات رنجات في العالم جدا يعني على كل العربيات. على كلهم هوت هاتش يعني. ليها علاقه بحاجات كتير. لا الرنج بصراحه انا عندي 19 انش 245 35 قدام ورا. قدام ورا اوكي. هنا 235 40 18 كان ممكن يبقوا 19 بس عادي. اوكي ما مش شكلهم باين كبير برضه. عندي انا بقى في بتاع حمراء كده، ممكن تقول لي عليها اسمها ايه؟ بريمبو بريكس. انت عندك ايه؟ فرامل. عندي فرامل نقطة. مكابح. عندي مكابح بس بس كويسين على فكرة. البرفورمانس بتاعهم حلو يعني. البريكس بتاعت الاس تي كويس بس لا يقارن ببريمبو برضه. ما تقارنش اكيد يعني، ما اسمه معروف يعني. تروح على التاير اللي ورا. الفرق بقى حضرتك ان انا فور ويل ستيرنج. رينوز فور كنترول. الفرونت ويل درايف حاجه بالنسبه لي سيئه جدا في العربيات اللي هي سريعه كده. كلهم هي فرونت ويل تعيس حتى لو مش هوت هاتش، فرونت ويل تعيس. انا بالنسبه لي كانت فعلا لو كانت دي على الاقل فور كنترول، مش هقول لك ان هو والله اول ويل درايف الكلام ده، بس لو كانت اول ويل ستيرنج كانت ساعدت كتير في الهاندلنج. بقول لك ايه، الهاندلنج في العربيه دي مرعبه. هو اي نعم هو بيقول لك هو 2.7 degrees ولا حاجه ولا حاجه كلام بس فاضي، بس بيفرق فرق. وهو للعلم هو وانت ماشي سرعات قليله هو بيمشي عكس الاتجاه يعني، بيبقى بتلف انت يمين اللي ورا بيبقى بيلف شمال بالعكس تمام. لما بتمشي بسرعات اعلى بيلفوا الاثنين مع نفس ال عشان ما يقلبكش يعني، عشان ما يقلبكش من الاخر. نروح على ورا. عاملين الديزاين الجديد بتاع ال LED لايتس اللي مكمل من اليمين الشمال. هو مش لامس بس هو واصل. حلو حوار ال LED ده.
ده اوبينيونز طبعا. بس يعني انا يعني في اللي هو ما ارتحتلوش نفسيا، يعني حسيت ان هو يعني كتير قوي طويل وبتاع كده، بس اوكي مفيش مشكله ماشي مع الرينوف. انت عندك في ايه؟ عندي لومد فوانيس جمع لمبه عندي. فوانيس عندي، التيل لايتس برده شكلهم حلو. شكلهم انا فكرتي جوه، هم مش عاملين حاجه يعني لا ال اي دي ولا اي حاجه، هو بس شكل الفانوس حلو بس من جوه مفيش حاجه. بس انت عارف ان انا عندي مشكله مع السحبه اللي على الجنب دي فعلا؟ من اول ما فورد يعني نزلت، من اول ما اس تي نزلت دلوقتي خدت عليها. هم صغروه عن اللي فات. اللي فات كان الفانوس اساسا كبير وكان راجع البتاع كده، بس دي حاسس انها شكلها سليك شويه كده، شكلها حلو بصراحه. ما عنديش كومبلين. هننزل تحت. عندي كومبلين عندي للامانه شكل الاكزوست سيستم، عندي شكله وحش يعني البايبس شكلها المنظر ده مش فاهم، هو لا هو اتنين مدورين ولا هو مربع ولا هو حاجه بيجود يعني. خدنا عليه زي ما هتقول، بس يعني شكله بالنسبه لي لا يتغير. بتاع مارشلاجو بقى اللي عندي ده هو وان بيس وان بيس، ويعني وبصراحه مش على الفاضي، بيطلع كراكل مع النقله احلى احلى. المهم ان هي ما بتعملش، لا هي بتعمل ده غراب كاكا. اوكي فاوفرول لا، العربيات فيها يعني فيها وفيها لا، يعني ممكن تبص من بره تعجبك الشكل او ممكن تحس ان هو لا، بس اوفرول شكلهم الاثنين حلو. طب بص تعال نبدا بعربيتي. اوكي اول حاجه مش عجباني السكرين. حوار المكلارن ده اتكلمت عليه اوريدي. المكلارن بالطول والسيستم اصلا تحسه اول سيستم اندرويد نزلوه في حياتهم هم جابوه هنا تعبان. والريسبونس بتاعه تعيس. فكره كمان على بتكلم على السكرين، فكره الاي سي اللي انت لازم تدوس على الشاشه وترفع وتعمل، في سيستم لازم يتغير. حط لي فيزيكال باتنز للاي سي عشان الاي سي ده فاهم في البلد هنا انجز. انجز. وكلاما على الاي سي عادي، حاجه واحده كمان برضو مش عجباني، اي سي فرنساوي ما يمشيش مع الحراره بتاعتنا. تعبان. تعبان مش ياباني يعني مفيش الكلام ده. حاجات تانية مش عجباني انه ده مش عجباني انا وعجبك انت، انه الجير لما تحطه على المانيول ما بتنقلش من الجير، بتنقل بس من البادل. بس هو انا يعني انا مع حته ان هو خلوا الاثنين موجودين. انت تنقل زي ما انت عايز يعني في الاخر. الحاجات اللي عجباني بقى الهاندنج بتاع العربيه مرعب. صوت مش هقول لك صوت الاكزوست، صوت الاكزوست مش عالي يعني طبيعي كويس. صوت الكراكل، صوت النقله مرعب. اعلى انا من وجهه نظري اعلى صوت نقله ستوك عربيه ستوك بالظبط من الرينجز دي او اعلى شويه يعني. لو هتكلم على 4 سلندر يعني. حاجات حلوه. بوز سبيكر او عندهم 8 سبيكرز برضو مش واو، بس مش هيضايقك. بس مش واو. حوار طبعا النقله، حوار ان هو على الريس مود بيقلب مانيوال، ان انا بيفضل واقف واعمل سيت كومفورتابيلتي غير طبيعي. السيت ما تخيلتش ان هو في السواقه المسافات الطويله يبقى مريح كده. انا بالنسبه لي الترانسميشن هو عاجبني جدا. الرايد كومفورت مش من ناحيه السيت بس، العربيه كعربيه لا العربيه مريحه. يعني بقول لك مثلا الكلتش انت بالنسبه لك المفروض عربيه سبور يبقى متعب جدا، لا خفيف زي كانك سايق عربيه عاديه جدا يعني. فحلو. الساوند سيستم حلو مع انه كان سوني زمان، دلوقتي بقى ساوند سيستم سماعات عاديه بس ستيل حلو. السكرين شكلها حلو يعني ظريفه. سينك انفوتينمنت سيستم اقذر انفوتينمنت سيستم في العالم. ويعني الريسبونس بتاعه مش حلو كده، بيوريك برضو حاجات بيزك يعني ما فيهوش العداد انالوج جدا بيزك جدا. خلينا نتفق ان العربيتين يعني بيهايند ذير تايم بكتير يعني. في العربيات اللي موجوده دلوقتي سبقاهم بكتير الاثنين العربيتين. اقول لك رايي في الاستي، مش هقول لك رايي ايه اللي عاجبني ومش عاجبني عشان مش هقعد اعيد فيك تاني واقول لك ان كراسيها مش حلوه خالص والليله دي كلها، بس انا اقول لك حاجه واحده. احنا كان معايا الرينو وانت كان معاك الاس تي، لما قلت لك انا عايز الاس تي عشان انت عارف انا من زمان بحب الاس تي من زمان. ومانيوال قلت لك تعالى وهات من زمان بحب الاس تي. من اول ساعه ركبت فيها الاس تي والرينو وحشاني. دي فعلا ممكن تكون امتع هوت هاتش اسوقها، وهي للاسف برضو اللي هتتكلم عليها الناس مش مديها حقها بالمره خالص بس انا بالنسبه لي برضو حتى ما سوقتها انا ما توقعتش ان ده يطلع منها. عندي حاجه من اللي مضايقاني لازم اتكلم عليها، تيرنينج راديوس بتاع العربيه بشع. انت بتلف لفه ومش هقول لك وربع اقل، فده بيعطلك في حاجات كتير يعني، خصوصا لو انت ماشي مثلا باركينج بتلف وبترجع وبتاع، الموضوع ده مرعب. عربيتك بكام لما كانت جديده؟ 105. طبعا انت عارف ان هي ديسكونتينيود اصلا دلوقتي، ما بقتش تنزل في الجي سي سي. نزلوا عليها موديل جديد بس ما بتنزلش في الجي سي سي خلاص، وقفين فورد اس تي. بس كانت ب 105، فبالنسبه لي سعر بتاخد كل حاجه بالسعر ده، لان دلوقتي انت شفت الاسعار بقت عامله ازاي. كومبير كل الهوت هاتشز، لا فرق عالي يعني.
انت عندك ايه دي ب 130 الف وبرضو في وجهه نظري اصل 130 الف دي ارخص من جولف جي تي اي بحبه حلوين واقوى بكتير وفيها يعني هي اعلى في كل حاجه انسى الكواليتي مثلا اخد المجان ولا اخد الاس تي اخد المجان وبقوه